إذا تحدثنا مشاهدينا على البرامج الرياضية أكيد أول ما يبالنا المحمدين أكيد اللامعين محمد الزامل محمد المسند ونمسك الخشب أكيد ونقول إن بدايتهم كانت متقاربة جدا. اليوم يسعدنا أن نستضيف الإعلامي القدير والرياضي العريق محمد المسند في غبقة الحمراء. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا والله فيكم وتحية لكم بنتي واحد من أولادي وتحية لأهل الكويت وكل مشاهدي تلفزيون دولة الكويت داخل الكويت وخارج الكويت. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ليلتنا غبقة إن شاء الله طيبة إن شاء الله. مبارك عليك الشهر ما شاء الله. ويمكن اليوم نبي متشرفين أنك تكون ضيفنا وقلت يمكن قبل الهوى أن في أنك مقل شوي باللقاءات الإعلامية. لكن أنت اليوم ما شاء الله قامة من أكيد وهرم من أهرام الكويت في مجال الرياضة في مجال الإعلام مذيع شامل. نبي نتكلم عن 50 سنة اللي طافت. ما ودي أكبرك شوي. لا بالعكس أنا لكن نصف قرن ما شاء الله. نبي سر النشاط 50 سنة نصف قرن لكن للحين شباب. بسم الله عليك. سر النشاط تبين الحقيقة؟ نعم حقيقة سر نشاطك سر نشاط النصف قرن والخمسين سنة اللي تكلم عنها عبد الله. أم مشعل وأولادي. الله يحفظهم. مشعل وأولادي. الله يحفظهم. أمانة للتاريخ والله يشهد على ذلك. الله يحفظهم. نوجه لهم تحية أكيد أم مشعل. يا طبعاً الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً. نعم. لكن للأمانة الأسرة أم مشعل وأولادي. أكيد هذه فيها يعني علامة استفهام وفيها كلام داخلها وايد لأن الحين كل امرأة وكل أب أسرة قاعد يتابعنا راح يقول شلون. شلون؟ لما يكون في تفاهم داخل الأسرة بينك وبين أهلك. أنا متزوج عام 1972. العمر كله إن شاء الله. يعني لنا الآن 45 عام. العمر كله. أنا عندي أولاد وعندي أحفاد من فضل الله سبحانه وتعالى. أحفاد أولاد مشعل أو أحفاد البنات. عبد الله شاهد مشاهدي لما يمر عليك 45 سنة من فضل الله سبحانه وتعالى. وأنت تشعر زين بمكانتك وقيمتك داخل هذا البيت. إيش معناتها؟ معناتها الأسرة مهيئين لك زين الجو اللي تشعر فيه. وأنا أقول لك شيء واللي خلوله عشان أقول لكم شغلة يعني أنا ما نسيت بالعمر ولا أنا عام مواليد 1943. ما شاء الله العمر كله إن شاء الله. لا بعدك شباب. لك العمر طويل. فأنا دائما اجتماعي أمر دواوين كثيرة زين المسند ما يتغير المسند ما يتغير. فأقول لهم أنا ما أخاف من العين زين طالما الله سبحانه وتعالى حامينا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا الأسرة الحب الاحترام ما بيني وبين زوجتي وأولادي هذا شيء مهم داخل الأسرة. الوازع الديني لما يكون داخل الأسرة تخاف من الله سبحانه وتعالى. أنت وأولادك ربيت أولادك أنت ويا أهلك وزوجتك. نعم. ربيت أولادكم على مخافة الله سبحانه وتعالى. نعم. قيم سلوك هذه أمور كلها تخليك تشعر بطمأنينة. نعم. دائما وابدا الابتسام من فضل الله سبحانه وتعالى هذه دوم يا رب على 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 الفم يعني. الله يديمها الله يديمها ان شاء الله. وهالوجه السمح معانا اليوم نتشرف فيك يا رب. يمكن يا رب. معلومه ما يدرون عنها المشاهدين ودنا نقولها حق مشاهدينا اليوم ان حضرتك اول اعلامي عربي يقدم استوديو تحليلي لمباريات كاس العالم عام 78 على ما اعتقد. هذا صحيح. شلون كانت التجربه الجميله حدثنا عنها. هذا صحيح. اول شيء مو انا اللي مقدم. أنا يعني مشاهد. على العالم العربي استوديو تحليلي على العالم العربي لمباريات كأس العالم. هي البارح حقيقة أنا كنت مستضيف. أنا عندي برنامج أحلال الليالي كل ليلة في شهر رمضان. البارح أنا مستضيف من الشباب العاملين كانوا في القناة دكتور يوسف الفيلشاوي أستاذ قسم الإعلام جامعة الكويت حاليا من فضل الله وكان يعمل مخرج بالقناة. أستاذ يوسف الكندري مراقب برامج رياضية كان أيضا بالقناة. أستاذ فوزي جلال الله يغفر له أستاذنا اللي تتلمذنا على إيده حقيقة صاحب الفكرة المسؤول رئيس القسم أو المراقب كان الله يذكره بالخير أخوي محمد الزامل ويصال حاليا يعيش في إجازة في مصر. طرحت الفكرة كان يقول محمد الزامل لا 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 استوديو تحليلي كأس العالم منه إحنا عشان نحلل كأس العالم. شنو الأشخاص اللي بنجيبهم عشان يحللون مدربين اللي يأخذون الملايين لاعبين يأخذون الملايين في تلك الفترة 78 يعني قبل 40 سنة تقريباً. زين منه إحنا. فكان في خوف فقلت له محمد
طبعا اعتمادنا على فوز جلال الله يغفر له. الضيوف لا لا تخاف منها، عندنا زملاء اساتذه من اخواننا العرب اللي كانوا ماسكين الصحافه الرياضيه كمحررين، اساسا كانوا لاعبين. انا بروح استنجد باللاعبين الكويتيين اللي تركوا اللعب. رحت طقيت الباب على واحد، لا 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 من هالواحد؟ كأس عالم، منهم دون ذكر عبد الله، كأس عالم فعلا. انا لو جايين يقولون لي اقول لا يا معود انا حلل كأس العالم. صحيح. فاستنجدت بالله يغفر يطول في عمره عمنا الاخ عبد المحسن الفارس. نعم. اللي يمون علينا كلنا الرياضيين، ابو احمد عندنا برنامج كيت 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 كيت، ربعنا كلهم شو اسمه؟ صالح زكريا مدرب رافض فلان، وقد كان من فضل الله سبحانه وتعالى كأس العالم استوديو تحليلي شهر كامل ما شاء الله، وليس يوم او يومين، شهر كامل مباريات احيانا تكون عندك اربع مباريات. الوقت كان في بيونس ايرس في الارجنتين، شوف الوقت يبتدي الساعه 1 تقريبا الفجر او 12 ساعات زين الى الساعه 4 أربع ونص لا خمس والله ساعة الفجر زين. أنا ورد ذكرني مشعل تقول أنت طحت بالفترة هذه زين، تعبت وديناك المستشفى وشغل كذي زين، لكن بعد ما خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى شعرنا لا أن احنا ناس لدينا من القوة والإمكانيات، مو بس كأس العالم بس كانت انطلاقة، يجب أن يسجل بتاريخ تلفزيون الكويت لأول تلفزيون عربي في استوديو تحليلي لكأس العالم، وقد كان والله سبحانه وتعالى وفقنا. إضافة إلى ذلك عبد الله وطلوا الآن مجموعة من الشباب اللي كانوا بدأوا معانا وكانوا متخوفين الآن أهما محللين من الدرجة الأولى، ليس في الكويت فقط بل القنوات في دول مجلس التعاون قاعد يستعينون فيهم. إذا كانت الفكرة صائبة من فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله وفقنا فيها، وأهم ما شاء الله يعني أصبحوا عند حسن الظن. كنتوا يعني هذه كأس العالم 78 يعني فعلا ذكريات جميلة تحدثتوا فيها عن عصر ذهبي، وهذا الإنجاز اللي كلنا أكيد نفخر فيه، بس ما عندنا صور لها بكل أسف يا لولو. لا ما صورتوا عشان نستشهد لا أكيد أكيد يعني طبعت في ذاكرة الجميع أكيد. نعم. كل اللي حضر هذه الأرى أو هذه الفترة من الزمن أكيد يذكرك أستاذنا. ما في شيء صح. إحنا ما نتكلم شوي على الجانب الرياضي بس في جوانب وايد عديدة في شخصك الكريم، نبي نشوف هالفيديو ونعلق عليه إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله خير بس عم. سيداتي وسادتي، وهكذا ينتهي لقاؤنا الليلة، آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا وطيبا. وفي الختام لا يسعنا إلا نشكر أفراد الكشافة فردا فردا وجمعية الفنانين الكويتيين لمساهمتها في هذا الحفل الكبير. سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى استديوهاتنا في تلفزيون الكويت لنواصل. نعم، نبي تعليلك بعيد. اول ما شفته قلت ليت الشباب ويعود يوم ولو اني انا اشعر بالشباب الحمد لله الحمد لله يعني احنا ما نبي نكبرك وايد كبير شو المشكله والله توك تقول الحمد لله ليت الشباب ويعود يوم، وانت بعز شبابك الله يديم عليك الصحه والعافيه يا بنت لولو. انا متزوج والحمد لله، مشعل متزوج، البنات اربع متزوجات مخلفين، باجي ولدي عبد الله اتمنى ان شاء الله عن قريب يتزوج ان شاء الله. شو اللي خاف الله سبحانه وتعالى؟ هذا الفيديو اللي شفناه قبل شويه سنه 74 حفل الكشافة 74 في الفنيطيس. الله حدثنا أكثر عن هالزمن الجميل. ما أحلى أيام المعسكر الكشفي في الفنيطيس، والله يرحمك يا شيخ عبد الله جابر الصباح كان وزير التربية، وبعد ما ترك التربية هو لابد يكون هو الأساس في تواجده في المعسكر الكشفي. وزارة التربية الله يا ربي يطول في عمر من هو موجود يغفر لل المعسكر الكشفي هذا، أهل الكويت كلهم يتواجدون، يأتي في عطلة الربيع، كل الأهل لهم تقريبا أولاد مشاركين في المعسكر الكشفي. اللي ما له هذه خالته، هذه عمته، هذه بنت خالة، هذه كذا كشته زين، أمسيات ثقافية. المعسكر الكشفي ما ادري عبد الله مر بالمرحله هذه ولا لا، بالكشاف ولا لا، لا والله ما ولا كل شيء زين. يخلق قاده
كشافه تخلق قاده. لذلك الكويت منذ عام 54 او 55 زين بدانا حقيقه في ان الكشافه اصبحت جزء لا يتجزأ من مدارسنا في تلك الفتره. جميل. واحنا متقدمين في هذا الامر. فلذلك الكشافه حفلات سمار شادي الخليج وعلي الله يشافيه طول اللي في عمره في هذه الليله المباركه لما يجي ويغني هناك يك صالح الحريبي وهذه الاسماء كلها وانت جميلة. تطلع على المسرح وصف خاصة لحد 74 توني عاد حليوة على قولتهم زين وتيك الصفقات زين من البنيات وأمهاتنا ومن الشباب اللي صفق لك تشعر عاد بأناسة بتلك الفترة تقعد تقدم هذا الحفل في المعسكر الكشفي حقيقة يعني كان من الأيام التي لا تنسى مثل اليوم الأحمد الرياضي اللي كنا نشارك فيه كلاعبين في منذ عام 61. يعني يمكن وانت تحدثنا عن هذه الفتره الزمنيه حسينا وياك ما حسيت عبد الله كنا توا ما كنا من زمان حاسين بروحك ايش كثر استمتعت بهالايام هذه. انا حتى اللفه مالت المعسكر ولو ناحين اصبحت بيوت زين اصبحت الان يسمونها المسيله والفنيطيس ها ايه؟ اذكر اللفه وسيارتي الف فيها وكاهو المعسكر كشف يا الصوب ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك لان تاريخنا حقيقه نعم من ضمن يعني لا عبد الله يعني دام قاعد يتكلم عن الذكريات يمكن احنا الحين ننسى نبي سر الصحه برمضان صحه لا اله الا الله يعني ما شاء الله عليك ما في خشب عشان ما في خشب من فضل الله سبحانه وتعالى شوف يعني انا فطوري تشريبه وشوربه لازم وسحوري اول يوم بس عيشه حمر وروب الله هذا اول يوم زين لكن لما بلشت في برنامج احلى الليالي زين اطلع متاخر اطلع الساعه 1:30 على ما اوصل البيت زين ما ابيهم بعد يطبخون لكن ساعات يسوون العيش الحمر هذا مقدس عندي مع الروب خفيف على المعده وبارد حق الغبقه الاصليه بعد الصيام لا مو غبقه هاي السحور لا عاد الغبقات ترى متى حق ما اخلص يوم 19 اخر حلقه لان يوم 20 احنا ننقل طبعا العشر الاواخر التهجد زين تبتدي هذه الغبقات عندنا ديوانيه رياضيين كلهم عندي اكثر من ديوانيه بس مجموعه الرياضيين لعب كل يوم غبقه تختلف عن غبقتنا احنا اللي صاد شاورما الحين اشياء بسيطه لا يا حبيبي لا يا حبيبي لا لا طبعا قبل احنا بالشابيز واللي مطبق الزبيدي وغير هذه في العشر الاواخر هذه الغبقه هذه الغبقه نحس ثقيله الحين شوي هذه في العشر الاواخر بس الله يسلمك لا بس ما شاء الله هم محافظ يعني عبد الله حتى انت ما شاء الله عليك اكيد يعني انسان رياضي لازم يكون اي رياضي عبد الله وين احنا وين الرياضي يعني من الايام الحلوه بالنادي العربي يمكن على حديث ذكريات استاذ محمد حاليا قاعد يتابعنا الوكيل المساعد محمد العواش يوجه لك تحيه ويقول انك من افضل المسؤولين اللي مروا عليه الله يمسك بالخير يا ابو عبد المحسن والله يجزيك خير وكان زميل لي حقيقه في وزاره الصحه انا كنت مسؤول في اداره الخدمات الطبيه الخارجيه اللي كان مسماها اداره المستوصفات الله يذكره بالخير الأخ محمد عبد المحسن توه متخرج من الجامعة وجاء عمل معاي حقيقة وكان نعمة الأخ ورجل ما شاء الله لديه طموح وعنده الاستعداد كيكون رجل قيادي نعم وقد كان لا يقول والله محمد المسجد هو اللي وجهني يا ابو عبد المحسن لا 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 انت عندك ما شاء الله تبارك الرحمن عندك الامكانيات والقدرات ورجل اكاديمي من فضل سبحانه وتعالى زين يمكن انا شرت عليه مساعدته لا يقول ساعدني لا شرت عليه في شغله وقد كان من فضل الله سبحانه وتعالى واصبح على مكانه لما كان في وزاره الصحه ثم انتقل الى وزاره الاعلام اصبح مدير مستشار اعلامي في احدى الدول المغرب العربي ثم الان ما شاء الله تبارك الرحمن وكيل وزاره مساعد وزاره الاعلام فلك التحيه ابو عبد المحسن الله يسلمك اكيد نوجه له تحيه يمكن اليوم عبد الله في حدث شهدته الكويت مباريات بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه بالكويت تابعتها اليوم تابعت اكيد المباراه اول يعني كان تعليق مميز من الاستاذ محمد تابعها لا انا اللي مسيطر عليها كلها شلون كانت يمكن هذه طبعا ابو عبد الله وفضوله طبعا اللجنه المنظمه بدوره عبد الله بشار وضار رمضان لكره القدم وانا احد اعضاء اللجنه المؤسسين لهذه الدوره طبعا عندنا نسميه حلم الروضان
نقدمها إلى جماهير الروضان. نأتي حقيقة بنجوم العالم، يعني من يفكر أن أنيستا بي نجم برشلونة والعالم ومنتخب أسبانيا بي إلى دورة الروضان، صحيح يسمونه حل دورة الروضان. وهكذا نأتي كل أسبوع نأتي بنجم من هؤلاء النجوم. أيضا مباراة الحكومة ومجلس الأمة ما كانوا يلعبون عندنا، لكن اليوم تشرفنا بوجود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر بارك الحمد الصباح الله يطول في عمره، وبوجود أعضاء مجلس الأمة وعلى رأسهم أيضا معالي رئيس مجلس الأمة الأخ علي مرزوق ثيان الغانم. كانت مباراة حلوة، لكن كنت أتمنى التعادل، وإذا مو التعادل الحكومة تغلب. ثاني سنة أنا حكومي، ثاني سنة المجلس هو اللي غلب. الحكومة. أنا حكومي بس مرزوق الله يطول في عمره أبو علي سجل هدفين وفازت وفاز المجلس على الحكومة. بدع رئيس مجلس الأمة. بس كانت مباراة جماهيرية، مباراة اجتماعية، مباراة من أفضل مباريات مو فنياً. كل واحد كرش هذا كبرى لا مو فنيا زين، لكن هي لها أبعاد كثيرة حقيقة. لها أبعاد كثيرة، أبعاد اجتماعية، رسالة أيضا للمجتمع الكويتي وخارج المجتمع الكويتي. إذا شفتوا الصراخ تحت قبة عبد الله السالم شيء، وخارج القبة لا، نحن أخوة، مجتمع كويتي مترابط بغض النظر عن اختلاف الأفكار. حبنا أولا وأخيرا أكيد للكويت. نعم أكيد. والأسرة الحاكمة لها. صحيح. الحديث معك أكثر من رائع، ودنا يستمر. رجعتنا بذكريات جميلة لزمن ذهبي جميل معنا، شرف لنا وجودك معنا أستاذنا الإعلامي الكبير محمد المسند. لكن أكيد أنت صاحب الشان اليوم، بعد عنده برنامج لأن على القناة الثالثة. نعم. الساعة أحلى الليالي. أي والله بعد تلفزيون الكويت ما راح نأخذك على يعني هذا البرنامج. نشكرك ونبيك دام موجود ويانا تقدم التقرير الخاص بالمباراة. احنا غطينا اليوم الحدث هذا، نبي بطريقتك عادة. أول شيء أنا شاكر الحقيقة لكم هذه الدعوة، تشرفت بوجودكم. شرف لنا أكيد. أبنائي لولو أخوي عبد الله، أتمنى لكم إن شاء الله المزيد. وأنا سعيد ترى بوجود الآن، أنا دائما ترى أقول سعيد عندما أرى مجموعة من الشباب الكويتي هو اللي مسيطر على الشاشة الكويتية أو على إذاعة الكويت، وهذا ما يسعدني كثيرا. لأن دائما وأبدا والله العظيم كنت من زمان وأقول يجب أن الشاب الكويتي والبنت الكويتية تأخذ حقها في تقديم البرامج، والحمد لله فضل الآن لا إله الله تبارك الرحمن. الله يتمم عليكم ومزيد إن شاء الله من المكانة الإعلامية والشهرة. الشكر شهادة نعتز فيها أكيد أنا وزميلي عبد الله، والكاميرا لك، تفضل تقدم تقرير اليوم. مشاهدي الكرام، اليوم على الهواء مباشرة في مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية كانت مباراة جمعت بين الحكومة ومجلس الأمة، فاز فيها مجلس الأمة بهدفين مقابل هدف واحد. وهذه كاميرتي يقول حاضر إن شاء الله. أنا قاعد أطالع المينيتور يا أخوي والله العظيم، لأن دائما أنا مع المينيتور. الله يبارك فيك زين. أرجو حقيقة أنكم مشاهدة ممتعة، ترى فيها مستوى لا بأس فيها بعض الحركات، وخاصة من رئيس المجلس. خاصة من رئيس المجلس. شكرا لكم جدا مشاهدي الكرام لمتابعتكم هذا البرنامج. شكرا لكم. شكرا. شكرا.